نعم. عن الأضحية يسألون: متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد؟ ومتى تذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم أم كيف ذلك؟ وما هي شروط الذبيحة؟ كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع جزاكم الله خيرا. السنة عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر، سواء ضحية أو للأكل، بسم الله والله أكبر في جميع الأوقات. يقول الذابح عند الذبح بسم الله والله أكبر عندما يحرك له للذبح، هذا السنة. أما الضحية فتذبح في 4 أيام، يوم العيد، يوم عيد النحر، والأيام الثلاثة التي بعده، أربعة، جميع أربعة على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم 11، 12، 13 إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح. وأما الضحية المجزئة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز الأضاحي، العوراء يبين عمرها، والعرجاء يبين ضلعها، والمريضة يبين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي ليس فيها بخ، هزيلة مريضة ضعيفة، هذه أربع لا تجوز في الأضاحي ولا في الهدايا وفي الحج ولا في العقيقة لتذبح عن المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزي فيها. أربع، يقول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الأضاحي، العوراء يبين عورها. أما إذا كان عورها مبين في عينها شيء لكن مو مبين لا يمر، لا يمنع. والعرجاء يبين ضلعها، أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنها. المريضة يبين مرضها، إذا كان مرضها يسير ما يبين لا يعفى عنها. الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي، يعني هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه الأرض لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيقة عن المولود ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ما نحو ذلك لا بد أن تكون سليمة في الحج. وهناك نوع خامس هو العظباء التي ذهب أكثر قرنها أو ابنها، الصحيح أنها لا تجزي لأنه ثبت عن النهي عن الضحية بالعظباء، هي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو ذهب القرن كله والأذن كلها، هذه خامسة. والله